مفارقة فاضحة. البوليساريو بين التسول المساعدات وبحبوحة عيش قادتها. أعطوني دليلاً واحداً يبرز إقدام دولة في التاريخ المعاصر أو القديم على اقتطاع جزء من ترابها ومنحه لإقامة دولة أخرى داخل نفوذها. أعطوني تفسيراً مقنعاً لدولة تجهر علانية بأنها تعيش بالمساعدات الإنسانية في حين تتوفر على أكثر من 40 تمثيلية دبلوماسية في مختلف دول العالم بين سفارة ومكتب اتصال يوظف جيشاً من الأفراد بشكل لا تتوفر عليه حتى الدول ذات القوة المالية أو الاقتصادية في أوروبا أو أمريكا اللاتينية. قد نستوعب وجود حكومات منفى أو حركات تحرر تعيش في حضن دولة ما، لكن أن تتوفر للبوليساريو كل هذه الإمكانيات المادية الهائلة فهذا ما ينهض كدليل قطعي على أن الجزائر هي الطرف المباشر في ملف الصحراء، بدليل أن الجزائر لو كانت فعلا تهتم لحال الصحراويين لخصصت 0.00001% لما ترصده لاستنزاف المغرب لتحسين أوضاع سكان مخيمات تندوف، علما أن وجود 15 أو 20 ألف أسرة بتندوف لا يمثل حتى مجموع ساكنة درب واحد بحي شعبي بالدار البيضاء أو فاس أو مراكش أو طنجة. وبالتالي كان بإمكان الجزائر أن تضمن لهم العيش اللائق في المخيمات مع كل ما يستلزمه ذلك من شروط الرفاهية الدنيا: سكن، واد حار، ماء شروب، مدارس، مراكز صحية، مناصب شغل إلى غير ذلك، عوض أن يبقوا عالة على المساعدات الإنسانية الدولية، بل حتى تلك المساعدات يتم تهريبها من طرف عسكر الجزائر وقيادة البوليساريو لبيعها والمتاجرة فيها في أسواق موريتانيا والنيجر ومالي وتشاد على حساب ساكنة المخيمات.